أول تجربة ستيل سيل في دبي IS 2006 350 مع أخونا أيمن. أيمن خبرنا وش المشكلة في السيارة. والله عندي أنا المشكلة أن السيارة تنقص المي كل أسبوع تقريبا أعبيها مي. وش المشكلة؟ الثلاث قراجات سألت الثلاث قراجات قالوا لي في عندي مشكلة فيها. خلنا نفحص وناخذ التجربة. خليك متابع. ان شاء الله انا بسوي المنتج بنفسي، اقعون هل تتصلح ولا؟ طبعا سيارة ايمن 3.5 فيحتاج لها علبتين يا ايمن، فهذيك العلبة الأولى والعلبة الثانية هذه في يدي، إن شاء الله قول إن شاء الله تتصلح. إن شاء الله. يعني هم بتعزمنا اليوم في دبي، صوت. حاضرين، أبشر. هذه العلبة الثانية. الاثنين ربع ساعة كاملة؟ أيوه، الله اثنين ار بي ام ربع ساعة. نفحص السيارة بعد ما حركها ايمن ونشوف مشكلة الهيد معاه، اذا كانت لا زالت موجودة او اختفت عينكم على المحلول اللي اذا ما تغير لونه معناته الهيد تصلح، اذا تغير اللون معناته الهيد بعده خربان. فمثل ما شفنا اللون ما تغير، بما معناته ان مشكلة الهيد اختفت. الحين توقف السيارة ثلاث ساعات. نعم. وقبل ما تشغلها تزيد عليها ماي. ان شاء الله الامور امورك طيبة في العسل. بارك الله فيك. طيب اخوي ايمن. ما قصرت. كل التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك ان شاء الله.